معايا في البلهنة. أنا إيماني رفعت، والنهاردة اخترت أعمل لكم أكلة فلاحي على صعيدي جميلة جداً. عاملين النهاردة برام رز معمر ويخني لحمة. أول حاجة هنبتدي بيها مقادير الرز المعمر، وهي عبارة عن كوباية ونص أو كوباية رز معمر مع كوباية لبن مع قشطة أو كريمة زبدة، بحط أنا شوية جوزة الطيب وملح وفلفل. سهلة جدا 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 في منتهى السهولة، ما تفتكروش ان الرز المعمر ده حاجة صعبة جدا، ابدا من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل. اهو الرز المغسول ومنقوع، واهم حاجة متصفي، صح؟ شفتوا صعب جدا ازاي؟ وبعدين هنحط اللبن، بعدين هنحط شوية قشطة، هو ده بقى اللي بيعمل الرز صح بصراحة يا جماعة. اوكي حط حتة، لا قبل ما احط حتة الزبدة احط شوية ملح. اهو الرز بياخد ملح كتير، يبقى اكتر من اكتر الحاجات اللي مش لطيفة الواحد ياكل رز مش مملح. اوكي شوية فلفل اسود، والحاجة اللي قلتلكوا هزودها شوية النهاردة اللي هي جوزة الطيب. جوزة الطيب بتخلي اي حاجة طيبة فعلا، طيبة يعني حلوة طعمة. هحط الزبدة وناخد المعلقة اللي هنقلب بيها، هقلب كل ده كده مع بعضه، وهيدخل في الفرن على درجة حرارة 180. زي ما الرز العادي بتاعنا بيستوي بياخد 20 دقيقة، ده هنديله شوية وقت أكتر، مبي مثلا تقريبا مثلا 10 دقايق، نقول نص ساعة. أنا مش عاملة كمية كبيرة عشان تخلص بسرعة، بالظبط بالطريقة دي كل الحاجات نخليها تدخل في بعض. اوكي اهو خلصنا. ولطيف جدا كمان يا جماعه الرز المعمر لما هو مسكر، دي من اكتر الحاجات اللي بحب اكلها لما بروح البلاد، مثلا الشرقيه المنوفيه، ده بقى كرم فعلا. طبعا مع الفطير المشلتت اياه الحلو. هقطعها بصوابعي، مش عايزاكم تقرفوا، عشان هي على درجه حراره الغرفه، فمهما عملتها بسكينه ولا بتاع مش هتبقى مظبوطه. وعايزاكم تبقوا كده كرمه شويه في الزبده، احنا حاطين كريمه وبلاو، يعني ايه اتبسطوا، عايزاكم تتبسطوا في طاجن الرز المعمر ده، عايزاكم تتبسطوا. اوكي نشيل المعلقه، هغسل ايديا. وبعدين من اهم الحاجات اللي عايزه انصحكم بيها، انك دايما لما تيجوا تعملوا رز معمر يا جماعه حطوه دايما على، عارفين البيكنج شيتس دي البتوع اللي احنا الصواني اللي احنا عشان لو فار او حاجه او حصلت اي مشكله، او عشان كمان الطاجن ما نعرفش نمسكه، اسهل دايما الواحد يتعامل مع الحاجات دي في الشيل وفي الحط، ولو حصل اي فوران او اي حاجه تبقى الحكايه مظبوطه. هنسيبه في الفرن لمده نص ساعه على اخر البرنامج ان شاء الله هيكون استوى. هحطه على طول كده بالعرض، عندي شويه كده اهو مشاكل بيرفكت، ونسيبه يستوي على اقل من راحته. تاني حاجة هنعملها النهاردة زي ما قلتلكوا هو اليخني اللحمة. ايه يخني اللحمة ده؟ هقولكوا تقريبا عامل زي كباب الحل، بس معتمد اعتماد كلي على البصل. المقادير عندنا هتبقى عبارة عن لحمة، انا جايبة لحمة بتلو عشان تسوي بسرعة، مع ان انا عندي دايما مشاكل مع البتلو بس في البرنامج ده عشان الحاجات تخلص بسرعة. بصل كتير، لو هنجيب كيلو لحمة هيبقى 2 كيلو بصل، هنجيب نص كيلو لحمة يبقى كيلو بصل، يعني عارفين الدوبل بتاع اللحمة على طول، يعني ضعف اللحمة. ملح وفلفل، لو عايزين تحطوا ورقة لورا حطوا، ما هياش في الطبخة بتاعتنا المصري، إن النهاردة هحاول أعملها مصري مصري زي ما أنتوا شايفين النهاردة شغل فلاحي مصري بجد. نبتدي دلوقتي على طول إن إحنا الوقت اللي بياخده البتاع الأكلة دي، إن إحنا لازم نحمر اللحمة والبصل، وكل شوية ننزل بشوية مية شويه ميه، مش ان احنا نحط الميه ونوطي ونمشي، لا عايزه زي بالظبط زي الريزوتو الطلياني او زي الرز، يعني في حاجات كده لازم الواحد يبقى واقف قدامها عشان تطلع مظبوطه.
هنجيب الزبدة. أنا بحب أستنى دايماً الحلة اللي أنا بتعامل معاها تسخن علشان الزبدة ما تاخدش وقت كتير، الحاجات تخلص على طول بسرعة بسرعة. هحاول ما احطش زبدة كتير يا جماعة، احنا عندنا شوية لحمة مش بطلين وعايزين نحمر بصل كتير. عندي زبدة وزبدة، زبدتين خلاص خلصتهم. نجيب هنا البصل، أول ما الزبدة تسيح هنحط البصل. والبصل يا جماعة من الأكلات اللي كانوا زمان، اللي كانوا بيبنوا الأهرامات أجدادنا، اللي كانوا بياكلوه، بس كانوا بياكلوا بصلاية وكانوا بياخدوا بيرة. المصريين هم اللي اخترعوا البيرة، مش شرط انها تبقى مخمرة، يعني مشروب الشعير هو كويس جدا 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 لينا كمناخ. احنا مناخنا حر جامد جدا، بنعرق كتير جدا، فاحنا يعني حاجة مش هنقدر نقولها ان هي ما حصلتش في بلادنا. احنا اللي اخترعنا البيرة واحنا اللي اخترعنا النبيت. ان احنا نشرب بيرة مش تاني هعيد مش في ما فيهاش يعني كحول، تتشرب علشان تنظف دايما جسمنا اول باول، الكلى بتاعتنا، الميه بيحصل لنا دي هيدريشن كتير، شمسنا جامده. فهنا كانوا بياكلوا بصل، يشربوا بيره، وايه كل البصل ده هنقعد بقى نحمر فيه على اقل من راحته لغايه لما يدينا اللون البني اللي هو بيدي، يعني كل ما الواحد بيسوي البصل وياخد اللون البني ده بينزل السكر بتاعه، فاللحمه هتبقى زي كانكم بتاكلوا بونبوني مش بتاكلوا لحمه. طب بس بونبوني بقى بالفلفل والحبشتكنات بتاعتنا. انا بس قلت لكم النهارده هنعملها بالطريقه اللي هي ما كانش فيه بهارات كتير، ملح وفلفل. احنا المطبخ المصري بتاعنا هتلاقوه في حاجتين لازم يتعامل بيهم على طول تقريبا كل يوم، ملح وفلفل وكمون، وساعات بنحط كزبرة ناشفة، بس الأساسي عندنا الملح وفلفل وكمون على أي حاجة. على الفول بنحطه، على اللحمة ناس ساعات بتحط كمون على اللحمة، بيحطوا كمون طبعا على السمك. الكمون من الحاجات الأساسية جدا عندنا، في البهارات الأساسية جدا في المطبخ المصري. هنفضل نقلب. دي بقى عايزة واحدة رايقة وتقول النهاردة أنا عايزة أدلع عيلتي، أو النهاردة عايزة أدلع الناس اللي أنا بحبهم، هأكلهم إيه؟ أكلة مصري، أعمل إيه؟ هي دي. وفي مرة تانية عايزين بقى نعمل الأكل اللي هو من غير لحمة، اللي مش مكلف، اللي برضو ما بياخدش وقت أو بياخد وقت. عايزين نعمل بصارة بروتين برضو، بس الطريقة مختلفة، مش بروتين حيواني، هيبقى بروتين نباتي. من أجمل الأكلات، ودي برضو حاجة مصرية بحتة. الفلافل أو الطعمية بتاعتنا اللي بالفول غير خالص الشامي اللي هي بالحمص. الطعم بيختلف، اللون بيختلف، والريحة بتختلف. ناس كتير بيحبوا اللي بالحمص، وناس اكتر اللي هم زي بيحبوا اللي بالفول. انا مصريه والفول من اساسيات حياتي، الواحد لو ما اكلش فول يحس ان هو حاجه حصلت له لمصريته. اهو بدا والله ما شاء الله البصل بدا يشتغل اهو. لما البصل يبتدي ياخد اللون بتاعه هبتدي احط اللحمه. بس المهم في الأكلة دي الصبر، زي ما قلت في ناس كتير جدا بيعملوها يحطوا الحاجات كلها فوق بعض، أول ما لون البصل يغمق ويحطوا اللحمة وتنزل ميتها وبعدين يقفلوا عليها على نار واطية خالص. لا، أنا بوطيها وكل شوية بقوم مزودها شوية مية، تخلص أقوم مزودها شوية مية كمان كده لغاية لما أوصل للمنى. وبالنسبه للبنات اللي لسه بيدخلوا مطبخ جديد، طبعا احنا عشان برنامج تلفزيوني فالواحد لازم يطلع حاطط ميك، مفيش واحده في الدنيا بتدخل تطبخ بالمنظر ده. لما بنطبخ لازم شعرنا يبقى مربوط اساسا عشان ريحه كل حاجه انت بتعمليها بتمسك فيكي، فما ينفعش تبقي واقفه كده بشعرك وبلبسك الحلو تطبخي. طبعا لو عندك ضيوف جايين بتكوني انت محضره الحاجات دي، يعني بصل تقلي بصل، تعملي الطشه، الكلام ده كله بيمسك في هدومك وفي ريحتك. فقبل ما الناس تيجي ما فيش خمس دقايق تدخلي تستحمي، تلبسي لبسك الحلو بالبرفان بتاعك وتروحي بقى تقدمي كانك انت اللي مش عامله الاكل. اهو
هايل. زي ما اتكلمنا في الاول على الريحه فظيعه جدا، زي ما اتكلمنا على الرز المعمر في الاول، انه من اسهل الحاجات اللي بتتعمل. دايما لما تروح اي بلد من البلاد والناس عايزه تكرمك لازم تلاقي الطاجن كده برام الرز المعمر. ساعات يبقى معاه بقى، دايما هتلاقوا الملوخيه حاجه خضراء لازم تبقى موجوده عندنا، من ملوخيه لباميه. واحنا اكلنا طبعا انتوا كلكم عارفينه، الاكل المصري معروف زي كل افريقيا كده، كل ما تنزلوا دايما الخضار هتلاقوا معاه صلصه طماطم. مفيش خضار او من الخضار البسيط جدا اللي يتاكل من غير طماطم، هي الملوخيه. والملوخيه دي بقى فيلم او حكايه. حكايه الملوخيه ايه؟ انا اسفه جدا ان انا برغي معاكم يا جماعه، بس بحاول انا وانتوا يبقى معانا نتواصل او اقول لكم الحاجات اللي انا قريت عنها والحاجات اللي اعرفها اهو منها، مش افيدكم يعني اقول لكم. هو الواحد لو عنده علم وما وصلوش للناس او حاجه ما وصلهاش للناس ده مش كويس. كل ما الواحد يعرف حاجه صغيره يحاول يوصلها للناس، بس يتاكد من المعلومات بتاعته. اليابانيين من اكثر الناس اللي بيتعاملوا مع الملوخيه. انا عارفه ان احنا النهارده ما بنعملش ملوخيه، بس بما اني قاعده عماله بحمر في البصل وهفضل احمر فيه لفتره لطيفه، فهو قاعدين بنتبادل نتجاذب اطراف الحديث من ناحيتي انا بس، وانتوا يا عيني بتسمعوا، بس اهو كل ده من اجل عيون اللحمه. نتكلم بقى عن الملوخيه. اكتر البلاد اللي بتتعامل مع الملوخيه في العالم، مش مصر ومش بلاد العربيه، اليابان. لان اليابان زي ما احنا هنا في مصر عندنا الحاجه الرئيسيه، عندنا التعب الرئيسي في الجسم البني ادم المصري هو عموده الفقري. هتلاقوا ان مثلا 80% من الشعب المصري عنده مشكله في العمود الفقري، من قعدتنا الغلط، من عدم الحركه. في عندنا الشعب المصري معروف بالمشاكل في العمود الفقري. طبعا مش هنتكلم على الضغط والسكر اللي حاصل لنا كتير الايام دي، نخليهم على جنب، بس هو الاساسي العمود الفقري. اليابان بقى المشكله اللي عندهم الاساسيه في الامساك، عندهم مشكله دايما في الهضم. فالملوخيه من اكتر الحاجات اللي بتسهل على البني ادم ان هو في الهضم بتاعه يبقى كويس. بس هما مش بياكلوها بقى بطريقتنا، هما بيعملوها بطريقه تانية خالص، اللي هي بيعملوها بالجنزبيل وبالثوم. على العموم هسيبكم ترتاحوا شويه من كلامي الكتير ده لغايه لما احمر البصله وارجع لكم بعد الفاصل. هنجيب اللحمه اهو، الميه هنا اهي، مش هنمسك اللحمه ولا حاجه، خليها كده شويه. هنفضل نقلب في اللحمه زي ما احنا اتفقنا ان المره دي مش هنعمل اي اختراعات. الاختراع بس عملناه في الرز، اللي هو كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن رز ولبن وقشطه وزبده وملح وفلفل وشويه جوزة الطيب. قلنا نغير شويه، بس اللحمه اتفقنا من الاول ان احنا هنعملها بالطريقه المصري الاصيله، ملح وفلفل وخلاص. يعني عصير الليمون، يا ترى احنا لسه بنعمل عصير ليمون؟ لما حد بيقول له اعصابه متوتره اعمل له كوبايه عصير ليمون يهدى. احنا في بيوتنا بنعمل عصير ليمون ولا مشغلين بالحاجات الساقعه افتح واشرب؟ الكركديه، هل احنا بنعمل كركديه اللي هو من اكتر الحاجات اللي في الدنيا بتعالج الضغط العالي هو والدوم؟ لا، هتلاقونا الحاجات الساقعه او العصير اللي من غير سكر. والحاجات اللي من غير سكر عايزه اكلمكم عليها لان هي من اسوء الحاجات اللي في الدنيا. يعني الناس ياكلوا قد كده وبالاخر ياخدوا حاجه ساقعه دايت. دايت وايش دخل الدايت في الرز المعمر اللي احنا عاملينه؟ بس الناس خلاص اخدوا على الطعم. للاسف احنا بنبعد كتير جدا 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 عن اصولنا، وكل ما بنبعد وكل ما الاكل السريع ده دخل حياتنا كل ما احنا بنمرض وبنتعب جدا جدا. انا دلوقتي عايزه احط شويه فلفل، احب اشم الفلفل دلوقتي.
اوبس بس خلاص زي ما انتم شايفين برضو هنفضل وراها الى ان انا عايزه اللحمه كمان تبقى بني. البصله هتساعدنا، اهم حاجه دلوقتي ان اللحمه تنزل ميتها خالص وترجع تشربها تاني. اهو شايفين اللون ده اللي انا عايزاه، الكراميل بتاع البصل وحرقان او ان اللحمه تاخد لون، هي هو ده اللي هيعمل لنا طعم في الطبق ده. طبعا من اكتر الحاجات اللي ممكن تبقى حلوه قوي ان احنا نسوي نص الاكله دي على النار على البوتاجاز والنص التاني في الفرن، بيدي طعم تاني خالص. الاكل في الفخار المصري بتاعنا بتاع طمي مصر بتاع نيل مصر لا يعلى عليه. يلا نرجع للحاجات دي قبل ما تختفي وما نلاقيهاش. ارجعوا يا جماعه للطواجن، اشتغلوا تاني في الطواجن. الحاجات اللي هي بتاعت عدم اللزق والكلام ده اول ما بتتخدش كل الامراض بتجيلنا، وبنقعد نستعمل الحل لغايه لما ايه وهي مليانه. هو ده بقى احنا قاعدين بقى بنسمع على المرض الخبيث، بنسمع على امراض غريبه لاطفال قد كده، مين اللي احنا بنطبخ فيه؟ يعني عايزه اقول تاني، اول اي حد فينا لو عنده اي حله اي طاسه، خصوصا البيض اللي بنعمله دايما للاطفال العيون او اي حاجه، اي حاجه فيها خدش، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، حتى لو كانت غاليه، حتى لو انتوا ما ينفعش تستعملوها. الالومنيوم حتى لو هو مش كويس فهو احسن، استعملوا الومنيوم، استعملوا الستانلس، بس الحاجات يا ريت فخار، بس الحاجات اللي هي اول ما الحاجه تتخدش ما ينفعش ما ينفعش. دلوقتي بقى حان الان الوقت ان احنا ننزل بقى بالميه. اوكي اهو، وزي ما قلت لكم مش هنزل بميه كتير، شويه صغيرين شويه صغيرين. هو ده الحلو في الطبخه دي، او ده سرها، او ده التراديشن او العادات اللي بيعملوها بيها بالطريقه دي. اهو اهو تستوي على اقل من مهله. اوكي هحط شويه ملح تاني، انا ما كنتش حاطه ملح اولاني كتير. هنغطيها شويه، اروح ابص على الرز. اوكي الرز قرب تقريبا خلاص. الاكله النهارده عندنا كانت سهله جدا، هرجع اوعدها لكم تاني. عملنا رز عباره عن كوبايه رز، كوبايه ونص رز، عليها نص كوبايه، لا كوبايه كريمه، على كوبايه كريمه لبني اللي بنلاقيها دي، كوبايه لبن، ملح وفلفل وجوز الطيب، حتتين ثلاثه زبده كده صغيرين نحطها في البران بتاعنا، ووب في الفرن. اللحمه عباره عن بس بصل ولحمه وملح وفلفل لا اكثر ولا اقل. بنحط الزبده، نقوم محمرين فيها البصله، بتاخد شويه وقت. واهم حاجه اللحمه عشان تستوي توطوا عليها عشان تستوي. كل ما الواحد بيعلى بدرجه الحراره واحنا عايزين لحمه طريه، دي الطريقه اللي احنا بنحب ناكل بيها اللحمه. اكشولي في قطعات في اللحمه لو احنا كلناها شويناها على طول جامد، يعني على نار عاليه، وبتفضل بقى الميديم ويل والميديم رير اللي هي بتبقى نص سوا بس بيبقى فيها دم، احنا كمصريين ما بنعرفش نستطعمها. فالطريقه الوحيده اللي نقدر ناكل بيها اللحمه هي ان احنا نوطي عليها جدا ونسيبها لغايه لما كل الانسجه بتاعتها كده ايه تتعمل، ترتاح وتبقى كويسه وتطرى. اهو اللحمه اهي، التقديمه بتاعتنا النهارده طبعا هنطلع البرام زي ما هو، ويا سلام بقى لو حطينا اللحمه شويه في الفرن زي الرز تبقى هايله. دلوقتي بقى نبتدي نقدم الرز، خلاص عندنا خلص. خليني اشيل الحاجه عشان شكل التقديمه تبقى كويسه. الله شايفين الرز عامل ازاي يا ولاد؟ فاكرين لما قلت لكم ندخلها بال اهو، الرز ما خدش معانا اي شغل، احنا ما عملناش اي حاجه، كل اللي عملناه ان احنا حطينا حاجات فوق بعض وبس، صح ولا ما صحش؟ صح. هدخل دي تاني هنا، هقفل ال خلاص كده، ونجيب اللي هنغرف فيه اليخني
اللحمه اللي عملناه. يا سلام على الريحه اهو. انا زودت ميه قدامكم. الاكله كانت سهله جدا، ما خدتش وقت، في منتهى السهوله. اي بنوته صغيره ممكن تعملها، شطوره هتبقى. باباها ومامتها هيتبسطوا بيها جدا، واخواتها كمان، ولو لا هي هتتبسط من نفسها. الصوص ده بيبقى لطيف جدا 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 على الرز. المره دي انا مش عامله للاسف سلطه، بس شويه سلطه خضراء من بتاعتنا، ليه لا، خيار على خس على طماطم تتاكل معاها وبالف هنا. نرجع تاني نقول احنا اكلتنا النهارده كانت عباره عن رز معمر ويخني باللحمه. اتبسطت جدا في الحلقه دي معاكم، يا رب تكونوا انتوا استفدتم ويعجبكم الاكل. اشوفكم مره تانيه. أمالي. Thank you.